أي استيقظي؟ سبقتك بخطوة يا سيرجيو، إنه يوم عطلة أمي الوحيد بالشهر وخططنا لقضائه معا. مرحبا يا فتاة. صباح الخير، صنعت لك البوريتو وقهوة للطريق. الطريق؟ أجل، خططت لبضعة أنشطة ليومنا. أوه صحيح، هذا رائع. كل هذا الآن أمامنا 8 ساعات حتى عودتك للعمل. 7 ساعات و50 دقيقة. ارتدي ثيابك، أراك في المطبخ. أمي، أصبت بشظية خشب وأنا أفرغ صندوق الصلصة. وما المشكلة؟ انتزعها. آه يا للألم. لما طريقتك درامية هكذا؟ حسناً، دعني لمسه يؤلمني. لم ألمسه أصلاً. تماسك يا عزيزي، سوف أحضر ملقاطي. ها أنت ذي، سمعت أن اليوم عطلتك وأحتاج لأن أرسمك. آسفة لأنها محجوزة. لكن ماريا قريبتي الوحيدة التي لم أرسمها، وسوف أخذ اللوحة للمعرض. لكن ماذا عن إصابتي هذه؟ تيك توك تيك توك. ما رأيكم أن تقوم بكلا الأمرين معاً؟ لن أنظر. نظرت. ماريا لا تتحركي وإلا ستشبهين بيكاسو. إذن هل انتهيت؟ فاللوحة تبدو جميلة. عما تتحدثين أنت؟ ما زالت ماريا بلا وجه بعد. أنا أنتظر التعبير الملائم. علي البدء من جديد. بقيت لدينا 7 ساعات. 6 ساعات و40 دقيقة. هيا. شكراً أمي، يجب أن أعود للمتجر. أثبتي، هذا هو المطلوب. مهلاً، حقاً؟ هكذا؟ نعم، فقط لا تتحركي. هاك، يمكنك استخدامها. هذه زاوية أفضل بكثير. إذن سأنصرف. هيا يا أمي، قبل أن تنشغلي ثانية. هيا ماريا. هذا كثير. وجدت 3 مناسبين عبر تطبيقي منتصف العمر. عجباً، أشكرك. هذا يشبه راؤول من مسلسل أديوس أنا أديوس. لكنه أكبر. إنهم ينتظرون في الردهة. صحيح. نعم خالتي كثيرة المعجبين. أوه اسمعوا، بدلاً من 3 مواعيد طويلة، ماذا عن لقاء سريع؟ معك حق. أجل. ماريا، اسمك يشبه الموسيقى. حسناً، إنه حقاً رومانسي. أريد أن أسمع. إنكم هكذا. سيرجيو، أيمكنك تعجيل هذا؟ مقابل ثمن مناسب. لقد انتهى وقتك. إذاً يبدو أنه دوري. أنت بطيء. مرحباً، يسرني لقاؤك. لست السبب بل هي. حسناً، لا بأس إذاً. طاب يومك. روزة، انكمش قميصي. هذا قميص كارل يا رجل. إنها قاذفة الخطمي. سيرجيو يريد. مستحيل، أتضور جوعا. يا ابنتي، ليس قبل العشاء. ولا مثلجات لكم أيضا. مقاس هذا ممتاز. أبوالو، هذا زي أنا. كفى، اخرجوا، اخرجوا من مطبخي وإلا لن يكتمل العشاء أبدا. وأنت أيضا يا سيرجيو. يا خبر، إنه عرض لمدة محدودة. الطلب جاهز باللحم والسكر. هذا أنا. أبويلا قادمة. إلغاء، هيا. أبويلا، مرحبا. أهلا. ظننتك تقومين بإصلاحات. هذا صحيح، ذاهبة لإحضار قطع غيار من المتجر. ماذا؟ أتحتاج للمرحاض؟ ماذا؟ لا، لا، الحقيقة. أجل، سلام. حسناً، علينا أن نحسن أداءنا. نحتاج لحارس وإشارات وأسماء. أجل، إنه مستوى آخر. ولن نذهب جميعاً، فهذه مجازفة. أحدنا سيذهب لشراء الطماله للجميع. اتفقنا؟ هيا. صحن الموضة، أجيبي، إنها تتجه إلى القاعدة. أنا معك ميركادو مان، انتظر إشارتي. علم وسأبدأه فوراً. انتظر، ماذا؟ لا، البروفيسور سيبحر.
النجدة، سأصطدم بالجدة الآن. انتبهوا إنها تتحرك. سأتولى ذلك. بئساً، توقفت أمام بنايتنا وأبويلا بجوار النافذة. تلزمنا خطة جديدة. الإعصار الفهد القرش النينجا مستعد. كارل، اختر اسماً حركياً واحداً. استعد وانتظر إشارتنا. أبويلا، سنقطع البصل بدلاً منك، استريحي. شكراً لكما، كنت قد تعبت من الوقوف حقاً. استريحي قليلاً، بابي سيجعل كل شيء تحت السيطرة. تم احتواء الجدة جراندي. حان الوقت لاختبار مهاراتك نينجا. دحرجة النينجا والتنين. خطى قصيرة. انقضاض ركلة كاراتيه. كارل، كف عن هذا المزاح. بوبيتو، أرى أن البصل يفوق قدرة عينيك الحساستين. لا، هذا رائع. إذن سأذهب للمتجر لشراء مثقاب سباكة. صحن الموضة، لدينا مشكلة. الجدة جراندي ستتحرك. أبويلا، بسرعة، أريد أحد علاجاتك الشهيرة لهذا الطفح. ثلاثة دجاج وواحد لحم. نفذ اللحم المقدم. أحضر الدجاج. لا، اللحم. فليبحثوا في الخلف. سأتخذ قراراً تنفيذياً. 5 لحم بقري و5 دجاج. تذكرت أنني وضعت العلاج فوق رف النافذة. أهلاً، أشعر بتحسن. ألديكم بطاقة تخفيض؟ لا. أبويلا، لا، أنا بخير. لا. يستحق العناء. مذهل. ما أطيبه. أيها الفريق، لقد نجحنا. ضبطتكم. تمالي من الخارج. بسرعة، خذوا الكاميرا. ماذا ستقدمين؟ ماذا تريد يا سيرجيو تمالي؟ أفكر في شيء أكبر. رائع. إياك وأن تفكر في ذلك. سيرجيو، وصلتك صانعة عصائر ووسادة عنق. هل استخدمت بطاقة ائتمان؟ لا يا أبويلا، إنها هدايانا المتأخرة لعيد مولده. ولكن عيد مولده بعد 6 شهور. أعني نصف عيد مولده. ماذا أقول لك؟ إنهم يدللونني. $70 ثمن قاذفة الخطم. رخيص، هيا أضفه للمشتريات. الفقاعات لأصدقائي. فيجي تبدو جميلة، أو ربما البرازيل. يريد الذهاب الآن إلى فيجي. كيف سندبر التكلفة لأوروبا؟ فيجي ليست في أوروبا. هذا سخف حقا. لا تقلق، أظن أن لدي حلا لكل مشاكلنا. يا أبي، كيف الحال؟ بخير يا رونيتا، فقط أختبر القوة لفضلات الخفافيش. رائع. لي سؤال سريع، أيمكن لسيرجيو زيارتك في بيرو؟ حسناً، طبعاً، يستطيع ويمكث قدر رغبته. يا رفاق، أرأيتي؟ موافقة. يا أبي، حظاً طيباً، شكراً، سأعود فوراً. يا سيرجيو، تعال إلى القبو فلدينا هديتك التالية. أهو معطف الفراء؟ أمسكوه. إنه فخ. كف عن المقاومة، أنت تزيد الأمر سوءاً. لن أهزم أبداً. إنه سيهرب. فلنتبع. احترسوا، إن معه قذفة الخطمي. سأمسك به بمهارات النينجا. كارلوتا، لنمسك به. حاولوا. النجدة يحاولون التخلص مني. ماذا يحدث؟ هل فقدتم عقولكم؟ إنها محقة، فقدنا عقولنا. لا أصدق أننا نحاول التخلص من سيرجيو لهذا السبب. يا رفاق، يجب أن نعترف. أنت محقة يا رونالدا.
هل فعلتي؟ شكراً. أبويلا، ذهبنا لشاحنة التمال الجديدة عبر الشارع. ولقد هددنا سيرجيو بإخبارك ما لم نرضخ لكل مطالبه. ما كان يجب أن نكذب في المقام الأول. آسفون جداً. آسفون جداً. إذن ماذا أعجبكم في ذلك التمال؟ أهو أفضل مما أعده؟ الحقيقة إنه أفضل مما تعدينه، وأنا آسف. أرجوك لا تطعمين الوافل المجمد. حسناً، يسرني حبكم للتمال خاصتي. جابي، السيدة التي تملك شاحنة التمال تستخدم وصفاتي. ومنذ متى وأنت تبوحين بوصفاتك؟ لأننا قمنا بالتبادل، فزوجها يملك متجراً خاصاً بالأدوات، فحصلت على الوصفة وحصلت على خصم مدى الحياة. جيد أني لم أدفع أسعار الأدوات كاملة. التمال خاصتي تكفل بثمنها، فشكراً لكم. نهاية سعيدة، سأكون في غرفتي. بل انتظر هنا، هل كنت تبتز عائلتك؟ إنه عار عليك يا سيرجيو. أعرف طريقة يعتذر بها سيرجيو لنا. نحتاج للمزيد من الثلج. أنا قادم. سيرجيو، أريد ماء باردا لو سمحت. ثم يمكنك تمشية. سيرجيو، هذا الطعام لذيذ. تفاكم، كم هم متطلبون. سأذهب إلى بيرا. سنبدأ لعبة حظ مثيرة. من البحر الروبيان. نعم، إنه معي. أصبحت أجيد لعبة الحظ. صورة واحدة لأفوز. العقرب أم الحورية؟ العقرب أم الحورية؟ كثير العصارة وحلو المذاق. الشمام. الصورة معي. قلتها أولا. بل أنا. لا تدفعاني للفصل بينكما.